دلوقتي معانا قافز المظلات العراقي فريد لفتة، اللي حقق الأرقام القياسية في رياضة قفز الحر للمظلات. عايز أقول لكم إن فريد لف 179 دولة، هو أول عراقي بيقفز من أعلى قمة إيفرست، وده غير طبعا قفزته العالمية من فوق القطب الشمالي. حكايات كتير بقى عن بطولات القفز الحر ميت وكسر حواجز الخوف، كل ده هعرفه من ضيفي العزيز الطيار وقافز المظلات فريد لفته. فريد اهلا بيك، منورنا في كلام البنات. اهلا بيك، وطبعا شكرا على الاستضافه، واكيد الشكر موصول لكادر القناه ولكادر البرنامج ولمشاهديكم منور الكرام. مصر اكيد كلها. نورج، اكيد شكرا. احكي لي، بدات بقى في القفز الحر ده ازاي؟ يعني أنا كنت لما كنت طفل كانت عندي طاقة جدا هائلة، وبالتالي هذه الطاقة يعني تم الاستفادة منها. أنا كنت أقفز من دولاب الملابس لما كنت أنا صغير. كنت طفل شقي أصلا شكلك يعني. هو مش شقي بقد ما ممكن أنه الطفل يكون عنده طاقة. إحنا للأسف في العالم الثالث في الشرق الأوسط ما نراقب الأطفال. يجب مراقبة الأطفال، يعني بمعنى إيه؟ يعني بمعنى لازم نعرف أنه هم عندهم اهتمامات الميول، إيه الميول أو وننميها لهم. الاتجاهات. طبعا يعني طبعا. إحنا للأسف لما نشوف مثلا طفل يكسر لعبة نعتقد أنه هو شقي أو هو وكيح أو هو متمرد. هو بالحقيقة يمتلك موهبة استكشاف أو موهبة تركيب الأشياء، وبالتالي هو ممكن أن يذهب باتجاه الهندسة أو صناعة الطائرات أو السيارات في المستقبل. إحنا يجب أن نراقب الطفل وبالتالي نوجهه باتجاه موهبته، ونعزز الثقة في هاي الموهبة، ونعزز الثقة في تحقيق أحلامه، وبالتالي نصنع إنسان ناجح. هايل. لفيت 179 دولة صحيح. وقفزت فيهم، احكي لي بقى عن يعني التجارب دي بقى حول العالم. يعني 179 دولة ده رقم، على فكرة رقم كبير جدا يعني. صحيح. فاحكي لي عن التجارب في كل دولة، وأكتر دولة استمتعت فيها في القفز الحر. هو مو فقط في قفز حر، يعني أنا أكثر زياراتي الدول باعتبار أنا كينوت سبيكر، وأيضا كنت سفير النوايا الحسنة لعدة جهات من إقليمية ومحلية وعالمية. يعني كان معظم هذا السفر يا إما متصل في مجال الرياضة أو الدراسة، لأنه أنا درست في الولايات المتحدة الأمريكية 3 سنوات في الأكاديمية الأمريكية للطيران في ولاية تكساس. أيضا درست دراسة الماجستير. ساعدتك على موضوع القفز، إن دك جرأة في القفز ولا ملهاش علاقة؟ لا، الطيران يختلف عن القفز المظلي، خاصة أنه الطيران في ساينس، يعني في مجال علمي، طبعا إضافة إلى أنه يعني يحتاج إلى مؤهلات علمية وأكاديمية حتى أنت تتجاوزيها. أما هذا هو رياضة بحتة، يعني ممكن أن يمارسها الإنسان بدون أن يمتلك باك جراوند أو خلفية نقول عليها علمية أو أكاديمية. أيضا درست في أستراليا الماجستير، لكن ما أكملتها للأسف لحد الآن طيب في خلينا نرجع مجال تاني البحث. للدول بقى اللي انت قفزت فيها. اكتر دولة قفزت فيها ورجعت تقفز فيها تاني كان ايه؟ الحقيقة أنا أصلا الآن موجود في مصر حتى أقفز مرة ثانية فوق الأهرامات. يعني أنا الأهرامات عندي، مو فقط عندي، أعتقد أنه كل الكرة الأرضية اليوم يعني تكرم الأهرامات وتعتبر الأهرامات هو إنجاز بحد ذاته. وهذا الإنجاز يعني وصل لمرحلة أنه تعتبر اليونسكو أو تعتبر حتى الحضارة الإنسانية على أنه أحد العجائب السبع. طبعا. وبالتالي لما تقفز فوق منجز بشري مثل هذا المنجز، راح يكون مجال لك للتأمل، لأنه ناس قبل آلاف السنين ما يمتلكون أي تكنولوجيا، وبأيديهم العارية مثل ما يقولون الأدباء قدروا أن يبنون هذا الصرح العظيم. فلهذا يعني أنا لما قفزت أول مرة فوق الأهرامات يعني السنة الماضية، يعني وصلت إلى نتيجة، لأنه اليوم إحنا كأجيال جديدة عندنا تكنولوجيا، عندنا إمكانيات هائلة، لكن كثير عندنا أحيانا كسل أو عدم حب للوصول إلى أهدافنا، لأنه إحنا دائما نلقي أعذار إلى أنه البيئة كذا، الوضع كذا، إلى ما إلى ذلك. أعتقد لما واحد يشوف مثل هذا المنجز ويفكر بأجدادنا اللي قبل 7000 سنة بأيديهم العارية بنوا مثل هذا الإنجاز، ما راح ينطينا عذر على أنه إحنا ما نحقق اليوم على الأقل منجز مو مشابه، لكن منجز يليق بالأحفاد اليوم. أكيد. في 2008 قفزت من أعلى قمة إيفرست. أكيد أكيد كانت تجربة مهمة جدا يعني. جدا. احكي لي بقى عنها.
يعني أنا حسيت في ذاك الوقت بالنيرفانا. النيرفانا هو مصطلح في علم النفس معناها السعادة المطلقة. الإنسان لما يكون يتحدى مثل هكذا تضاريس ومثل هيك جبل شاهق واللي هو يعتبر القطب الثالث وسقف العالم، يعني أكيد راح يحس بأنه هو وصل إلى الماستر أو أكيد الإنجاز أكيد الأقصى. هرجع أكمل كلامي طبعا أكيد معاك، لأن في كواليس كتير ورحت قفزت في أفغانستان كمان، وأكيد كان في رسالة نكملها بعد الفاصل. أكيد بعد الفاصل لينا حوار، الحوار بقية. مكملين مع حضراتكم كلامنا في كلام البنات مع قافز المظلات والطيار فريد لفتة، وكلام كتير وجرأة رهيبة الحقيقة. أهلا بيك مرة تانية. قبل الفاصل كنت بتكلم إن أنت عملت قفزة في أفغانستان كابول، صحيح؟ إيه كانت؟ أكيد كان عندك رسالة عايز توصلها. أنا كنت في سبقها تم تكريمي في إمارة مونتي كارلو. أوكي. على هامش مؤتمر السلام والرياضة اللي كان برعاية سمو الأمير ألبرت الثاني أمير مونتي كارلو ببطل السلام والرياضة. فعلى هامش المؤتمر صار يعني حديث على أنه إحنا كيف ممكن أنه نوصل رسائل السلام وما إلى ذلك. فأنا كان سبقها في عام 2009 أنه قفزت في بغداد كرسالة للسلام. باعتبار أنه عندنا بروتوكول على أنه أول قفزة مدنية في مدينة تعاني من الحرب هو إعلان سلام من الناحية المعنوية فقط يعني. فكان يعني مشارك في منتدى السلام والرياضة في ذاك الوقت وزير الشباب والرياضة الأفغاني الجنرال محمد أغبر أعتقد على ما تسعفني الذاكرة. فقال مثل ما قفزت فوق بغداد يا ريت أنه سوينا قفزة في أفغانستان. قلت له أوكي. فتم تحضير الأمور واتجهت من إمارة دبي إلى كابول في أفغانستان، وتم استقبالي هناك وحضرنا إلى القفزة. وصارت القفزة في سنة 2011 تحديدا. وأيضا بعثنا رسائل سلام وما إلى ذلك في أرض أفغانستان آنذاك. حلو قوي. عندنا مثل هنا في مصر بيقول لك إيه، 7 صنايع والبخت ضايع. إن شاء الله. انت 20 صناية بس البخت ما شاء الله الله اكبر. يعني انت بتقفز طيار، بتلعب فروسية حلو جدا، غطاس، صحيح. ازاي قادر تجمع الحاجات دي؟ بتقفز طبعا ده الاساسي يعني. ازاي قادر بتجمع ما بين كل الحاجات دي؟ وكل الحاجات دي انت محترف فيها احتراف عالي جدا يعني. اعتقد كل الإنسانية ممكن انه يسوي مثل اللي انا سويته. انا ما اؤمن انه احنا نختلف لدرجة انه أنا أقدر أسوي شيء والبقية ما يقدرون يسوون هذا الشيء. بس الوقت يعني لا، الوقت موجود. الوقت موجود. هو إدارة الوقت، إدارة الوقت يعني. هو إدارة الوقت. إحنا ما نعاني من الوقت، إحنا نعاني من الإدارة في الوقت. يعني صح. اليوم إحنا إذا نقعد الساعة 6 صباحا يعني من 6 صباحا ونسيت يا جماعة معلش أقول حاجة. أكيد. بيكتب بتكتب في كتاب بتكتبه اسمه سأحكم العالم. لا كتبته وتم نشره و يعني كل حاجة. إي تم. أنت ناقص تيجي تقدم بقى برامج. ده اللي ناقص، تقدم برامج وتبقى مذيع. لا انا يعني حقيقه يمكن نشر هذا الكتاب في معرض الشارقه الدولي للكتاب، وفي معرض جده في السعوديه، ومعرض ايام البحرين والكويت، والان راح يتم عرضه في عمان في سلطنه عمان. والكتاب اسمه سأحكم العالم، قد يكون العنوان شويه مستفز، لكن انا اقصد من خلاله ومن فلسفتي على انه انت لما تحقق احلامك وتنجز كل المشاريع اللي انت راسمها راح تحكم عالمك. فهذه الرساله اللي اريد اوصلها اليوم للشباب ولكل المتلقي او القارئ بشكل عام، على انه انت يجب ان تتبع احلامك، يجب ان تكون طموح، يجب ان تكون شغوف. يعني انت من خلال الاعمال اللي بتعملها انت ليك رساله. أكيد. يعني ليك أكيد. حاجه انت برضو عايز توصلها للشباب للرجال. أكيد. طيب خليني اتكلم عن رياضه قفز المظلات دي تحديدا. ليها مواصفات يعني، ليها جسم معين، ليها طول معين، لازم يبقى رفيع، لازم يبقى يعني ايه المواصفات لو البنات او الولاد، لان في بنات على فكره عندنا هنا في مصر بيقفزوا بالمظلات. طبعا اكيد اكيد. واصلا احنا يعني هذا القفز هو بالمشاركه مع سكاي دايف ايجيبت ومع
الجمعيه الاتحاد المصري للقفز بالمظلات، وطبعا انا اوجه لهم الشكر، واوجه الشكر ايضا لمكتب رئاسه الجمهوريه، وزاره الدفاع، القوه الجويه على توفيرهم الطائره العسكريه NC-130، وراح يكون القفز هو يوم 16 و17 و18 ده فين؟ في فبراير في الاهرامات. في الاهرامات تحديدا. وايضا الشكر لوزاره السياحه وزاره الداخليه طبعا. يعني حقيقه هم الجميع كانوا داعمين لفكرة الترويج للسياحة والترويج لأهمية الأهرامات وعودة السياحة إلى مصر. حلو قوي. خليني أسألك برضو عن في اختلاف ما بين القفز الحر في الجو والاستعراضات الجوية خلال القفزة برضو ولا إيه؟ لا، هو عندنا بالقفز احنا عندنا اكثر من كلاسيفيكيشن او عملية يعني تصنيف يعني احنا في البطولات عندنا سووبينج، وعندنا اللي هو الاكيرسي يعني الدقة، وعندنا الكانوبي فورميشن يعني اللي هو في المظلات اكثر من مظله بيعملون اشكال في الجو، وعندنا الفري فلاي او الفري ستايل، وعندنا ايضا اللي هو احنا نسميه فري فول فورميشن، يعني وهم في عمليه القفز يسوون حركات. فعندنا اكثر من كلاسيفيكيشن، في البطولات كل فئه هي تعمل ضمن يعني الكلاسيفيكيشن مالتها، ويتم احتساب النقاط، وبالتالي يشوفون من الفائز بالبطولات بشكل عام. يعني انت وانت بتتكلم عماله بتفرج، انا مش قادره اصدق، يمكن عشان انا بطبعي جبان، يعني انا بطبعي شخص جبان شويه، لو حد يعني في ناس بتبقى عندها نسبة خوف بالظبط، بس بتبقى عندها عايزة تجرب، تعمل ايه؟ هو طبعا في احنا نسميه التاندم، انه هو مش محتاج الى انه يكون قافز مظلي، يجي مجرد انه احنا نطمئن على انه صحته يعني متوسطة، ممكن ان يتحمل ظروف القفز. بيبقى في كشوفات طبية قبل ما تطلعوا القفز؟ لا لا، هو في فورمة يجي يوقع عليها لانه هو ما عنده مشكله صحيه، لان هي مسؤوليته الخاصه. وبالتالي نربطه على جسمنا ونقفز به، احنا نسميه تاندم. وممكن ان يجرب هذا الشعور اللي هو شعور الادرينالين وشعور الاثاره، ويكتفي به مره واحده اذا هو ما حابب ان يكون قافز مظلي. واذا شاف انه الموضوع هو جميل، ممكن ان ينتمي الى احد نوادي القفز في حول العالم، وبالتالي يدخل احنا نسميه AFF اللي هو Accelerated Free Fall Program، برنامج للقفز بالمظلات. اعتقد خلال اسبوعين ممكن ان يتخرج ويكون قافز مظلي. السن، خلينا نتكلم عن السن، في اطفال ممكن يقفزوا ولا لا؟ لا، هو الطيران والقفز يجب ان يكون عمر الانسان يعني مينيمم 18 بالنسبه 18. للقفز، بالنسبه للقفز المظلي. بالنسبه للطيران ممكن ان يكون طيار من عمر 16 سنة، بس عمر 16 يكون فقط برايفت بايلوت، يعني هو طيار خاص. اللي هو يعني يحطونه بار واحد على الكتف. أما إذا يريد يكون يعني يتطور في مجال الطيران، يجب أن يكون يتجاوز عمره 18، يلا ممكن أن يأخذ معه باسنجر ويكون كوميرشال أو كابتن طائرة. اوكي. طيب، من ضمن الحاجات برضو اللي قريتها ان انت كاتب على نفسك رائد فضاء مستقبلي. صحيح. يعني ايه؟ يعني انا اكملت اغلب المشوار باتجاه ان اكون رائد فضاء، للاسف ما قدرت ان احصل تمويل حتى اطلع للفضاء. فلهذا انا كواليفايد، يعني مؤهل ان اكون اروح الفضاء، يعني انا تدربت في وكاله الفضاء الروسيه واكملت كل متطلبات رياده الفضاء، لكن ان اكون في الصاروخ واروح الفضاء هذا كلفته جدا هائله. فللاسف لحد الان انا ما اكملت يعني متطلبات على الاقل من الناحيه الماديه حتى اقدر احصل سبونسر واروح الفضاء. لكن انا لازلت اشتغل في هذا المجال، وان شاء الله في يوم من الايام راح احقق هذا الحلم واروح الفضاء. وباي ذا واي، يعني انا حتى سفراتي هاي ال 179 دوله هي جزء من عندها يعني مثل الباك بلان، يعني قلت في حال انه انا ما رحت للفضاء وما قدرت اشوف الكره الارضيه من فوق، فخل ازور كل دول العالم واشوف الكره الارضيه من جوا. هي الحلوه قوي. خليني اتكلم عن التمرين بقى، وقت التمرين. يعني اكيد بتتمرن، يعني زي اي رياضه ليها اكيد وقت. أكيد. بتتمرن وقت قد ايه؟ بتتمرن ازاي؟ بتستعد ازاي قبل القفزه الحاجات دي؟ لا، هو انا بشكل عام مو فقط القفز، انا بشكل خاص يعني اريد ان اكون اعيش قدر المستطاع، وان تكون الكواليتي مال حياتي هي افضل ما يمكن. يعني انا للاسف احيانا اتحدث مع بعض الشباب واقول له انت ليش تدخن او ليش
تاخذ كحول او ليش تتجه الى الكسل او تاكل اكل هو غير صحي، يقول لي هو بالاخير احنا كنا حنعيش عمر معين وخلص. قلت له صحيح، يعني انا راح اجي معك على انه هو العمر محدد، لكن الكواليتي مال العمر مهم، نوعيه الحياه هي مهمه. يعني اكو فرق انه انا اقضيها عند الاطباء او ان اكون انا في صحه جيده واستمتع في الحياه. الصحه معناها الاستمتاع، معناها انه انت تستمتع بكل لحظه، بينما فقدان الصحه معناها الالم والمعاناه. فانت ليش تخلي نفسك في هاي الخانه؟ ليش ما انت تختار خانه السعاده وخانة الاستمتاع؟ وباي ذا واي يعني لان انا احيانا ادرس ماده الهاي التيتيود سيكنس لكليات الطب في ماده الفسيولوجي المرحله الثانيه كاستاذ زائر في كليات الطب، فدائما اقول لهم على انه السعاده هي ممكن تحصيلها بدون الذهاب الى هذا الجانب من خلال ممارسه الرياضه، لانه احنا يفرز عندنا هرمون الادرينالين، عندما نتوقف من الرياضة راح يفرز هرمون اسمه الاندروفين أو السيترونين، وهذا هرمون السعادة. ما أنا قلت 7 صناعي بس البخت مش ضايق خالص يعني بجد ما شاء الله عليك أنت يعني في كل حاجة فاهم، في كل حاجة بتحب، واضح أن أنت بتحب القراية بتحب الدراسة. ببارك لك على يعني على كتاب سأحكم العالم إن شاء الله، وتكون معنا بقى هنا ونتناقش بقى، بس يبقى فريد الكاتب مش يبقى فريد قافز المظلات والتيار. أنا بشكرك، نورت كلام البنات، نورت مصر. يعني بشكرك شكرا جزيلا فريد لفتة الطيار والقافز المظلات، بشكرك. شكرا لك وشكرا لكادر القناة ولمشاهديكم الكرام. ميرسي جدا ليك. طيب عندنا فاصل، هنروح الفاصل وبعد الفاصل هنرجع بقى نسمع فرقة مشوار حياة، وهم مش فرقة عادية، هم بيوصلوا رسالة مهمة جدا جدا جدا، نعرفها بعد الفاصل.